حياكم الله مشاهدي قناة رشيد الفضائية. اليوم احنا نتواجد في احد ملاعب بغداد بمبادرة السفارة الفرنسية ومشاركة 20 متدربة ولاعبات كرة قدم عراقية. ابقوا ويانا. Comme ambassadeur de France en Irak, je crois vraiment que الرياضة هي تجمع بين الشعوب. وددت أن تأخذ اللاعب العراقية دورها ومكانتها في هذا المجتمع، لأنني أعتقد بأنها تلعب الدور الرئيسي من أجل تطوير وتنمية ليس فقط على المجال الرياضي ولكن على المستوى الشعبي وعلى مستوى الجمهورية بشكل كامل. ولذلك ارتأيت بأن أطرح هذا البرنامج من أجل تنمية الرياضة النسوية من ناحية والرياضة العراقية بشكلها العام. مبادرة جدا رائعة، وخاصة هاي التوأم اللي يصير بين الاتحاد الفرنسي كرة القدم والاتحاد العراقي، خاصة بالخصوص اللجنة النسوية، لأن تعرف احنا الرياضة النسوية عندنا تحتاج إلى هيك مبادرات في سبيل تطوير الفرق النسوية. نسعى من خلال هاي كمدربين وكلاعبات وتطوير القاعدة، خاصة أن البرنامج يعتمد على معدل أعمار من 7 سنوات إلى 18 سنة، ومقبلين على مشاركات وإعدادات للمنتخب. كل هاي الأمور هي بمصلحة الكرة النسوية العراقية. elles sont très intéressantes. مبدئيا احنا شفنا اداء ممتاز اكثر من ما كنا نتوقعه كبلد شرقي في مجال هذه اللعبه. طرحنا عديد من التساؤلات على الساده المدربين والمدربات اللي التقينا بهم خلال الورشه، وتكونت لدينا صوره كلش واضحه الان عن الواقع الحالي وعن الوسائل اللي ممكن ان ندعم بها الاداء الكروي النسوي في العراق. هذه اول ورشه عمل ما بين اتحاد القدم وما بين الاتحاد الفرنسي، بصمة جميلة إن شاء الله نضعها للمستقبل ببناء قاعدة ما بين البروتوكول بين الاتحاد الفرنسي والاتحاد العراقي. التمارين يعني صراحة جديدة وتختلف عن اللي تمرناها هنا، واستمتعنا بها، شاهدنا فرق يعني من خلال التمارين، أخذنا تمارين جديدة واستفادينا من عدها. وهاي اللعبة أيضا يعني نهائيا ما مدربيها، إنه أكو هدفين وندافع ونهجم عليها، استفادينا هواي.